عنده 50 سنة، الأب ديالي تقريبا عنده 50 سنة بهاد الصناعة هادي. هو من الصغر ديالي يعني تزاديت فيها، حليت عيني في يعني من تشوف هكذا يعني الصناعية يخدموا مع الأب ديالك ولا هنا في المحل دي خبرة عليهم هكذا تغادي تعلم. الزلابية هو ها الطريقة تعلمتها على الأب ديالي، هو اللي علمها لي. يعني أول كما نقولوا أول حلوية دخلت هنا في وجدة هي هاد الزلابية، هذه هي الشباكية، هي الأصل ديالها من الجزائر. أنا الأول الشباكية من الجزائر، أنا لا الشباكية دخلة من الجزائر، أنا الأب ديالي كبر في الجزائر هو اللي دخلها وجدي. كما كتشوفوا هذا المحل وهذا الوالي وهذا ابناء ديال الوالي هما اللي اول وحدين دخلوا هذه الحلوه هذه كتشوفوها اللي كنسميوها حنا الشباكيه، وحتى البنانه ياك، البنانه هادو معروفين في تلمسان، في تلمسانيين، تلمسانيين